لا قرا يقرا ولا خدمه خدمها. انا كنحلم زيد الفتاه القراويه في الدرس، حيت انا وهي وكل فتاه قراويه في الحقيقه تمدرس. نعم نعم تمدرس. باعتبار أن الفتاة هي نصف المجتمع والمرأة بصفة عامة هي نصف المجتمع، ويتوجب علينا كمنظومة تربوية دعم المرأة المغربية من خلال المنظومة التربوية. هذا الاحتفال هذا جاء في إطار الدعم للفتاة القروية بصفة عامة. طبيعة الحال مراكز الفرصة الثانية هي دعامة أساسية للإدماج المجتمعي لمحاربة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى مختلف البرامج الأخرى. بصدد تسجيل مجموعة ديال التوصيات اللي هي كنطمحوا أننا نحققوها على المدى القريب إن شاء الله، واللي هي غادي تكون رافعة أساسية من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين، سواء في مجال التعليم، في مجال الحق في التمدرس، وكذلك الحد من الظاهرة اللي هي متفشية بالإقليم اللي هي ظاهرة زواج الطفلات. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا نشاط ينظمه المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأول والرياضة مشاركة مع جمعية الشركة اللي هي جمعية مؤسسة النوالي لحقوق التنمية. طبعا هذا نشاط فيه مجموعة ديال الفقرات اللي غادي تشوفوها إن شاء الله فيما بعد، سهروا عليه طبعا الأطر والتلميذات والتلاميذ ديال الفرصة الثانية للجيل الجديد بجوج المتواجد بالتنويد من الهيئة التأهيلية، ويعني المركز الثاني اللي هو إيواء وإدماج المتواجد بالحي المحمدي بشيشوا. طبعا هذا من الأنشطة الاعتيادية اللي كديرها هاد المراكز ديال الفرصة الثانية للجيل الجديد على مستوى المديرية الإقليمية بشيشوا، وتلميذات الحمل الحمد لله في إطار طبعا التأهيل ديالهم الشخصي والتأهيل ديال المهارات الحياتية والأنشطة الموازية طبعا.